تتسم العلاقات السعودية الكويتية بالقوة والمتانة والعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي المشترك، وتظل هذه العلاقات رمزاً لعلاقات الأخوة والأشقة ونموذجاً يحتذى به في بناء العلاقات الدولية التي تقوم على التفاهم والتعاون. تزداد العلاقات متانة وقوة على مر التاريخ، كما تتميز بالتناغم والانسجام في دعم المسيرة الخليجية ووحدة مجلس التعاون. يمتد تاريخ العلاقات بين الرياض والكويت إلى قرون جسدت من خلالها أروع صور التعاون والتعاضد، ولا شك في ذلك نظراً لما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة. الرياض والكويت عملا على القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية، والمساهمة أيضاً بكل فعالية في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي. علاقات الرياض والكويت رواية أخوة يرويها التاريخ. حقها تباها تسمو بغناها وتتحدى كل صعب فيها.